السلام عليكم. انا عضوه من مجموعه حنا هما حنا وجدات 48. الاسم تاعي لمياء عزيزي. كان عندي مستوى تاع ثانيه بكالوريا. انضميت لهذه المجموعه هذه واحد 9 شهور. كان عندي رغبه كبيره انني ندخل لهذه المجموعه حيت كنت عندنا واحد الانشطه في المؤسسه نتاعنا اللي هي ايسلي. انا شفت علاء الدين الصادق اللي هو قائد المجموعه نتاعنا، شفتو كيدير بحال هاد الافلام القصيره وكذا، وانا لفتت الانتباه ديالي هذيك الافلام وعجبني الحال ومشيت عنده قصته وقلت له انا يعني باغي ندخل لهاد المجموعه وكذا، وعن محبه وكذا. قال لي واه مرحبا ماشي مشكل. قعدنا واحد الايام عيط لي باش نتلو السلسله الاولى. ممارسين هوات يعني كان مجموعه ديال المشاكل. اول مشكل اللي كنواجهوه هو التنقل، يعني غير باش تنقل راه كتعرف هادشي ديال السيناريو، واخا غير هوات راه بعض القطرات كتطلب منك انك تصور مجموعه ديال الاماكن. فالترونسبور الدراري تما الله يحسن العوان، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي الترونسبور كيمشي على رجليه، كاين اللي يمشي في البيسكليت، كل واحد على حسب. وكاين مشكل ايضا كيكون بعض القطرات مشكل تاع يكونوا مشاكل ديال كيما نقولوا ديال يعني يكونوا في الفيلم، يعني انك يكون عندك سيناريو باش تخدمه، كتبدل عليه مجهودات، كتكتب كتكتب، ولكن كتجي تطبق الارضيه ما متوفراش. بعض الخطرات ما كنتلاقاوش حوايج، يعني اللي ابسط حوايج ما كنتلاقاوهمش، كتلقى عراقيل، كتلقى مجموعه ديال الحوايج. حاليا ما كاين حتى شي مساعده، في المساعده اللي كاينه هي من الدراري، يعني اي حاجه كنبغيوها كنجمعوها مع الدراري، لا ماديه ولا معنويه، يعني لحد الان ما كانش شي مساعده من المسؤولين تاع المدينه. هي مزيان الانسان انه يقرا ويزيد يكون نفسه اكثر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.